طب قول الو. الو خالد كابتن. يا كابتن ازيك يا عبد شطه المنعم؟ حبيبي يا اسامه كابتن. ازيك يا كابتن شطه؟ منورنا وتحياتي الكابتن خالد جد الله. لا ان شاء الله توري الناس الاكاديميات والنادي الاهلي ومجهود ان شاء الله. الله يخليك يا كابتن. نوفق في السنه دي باذن الله. الله يخليك يا كابتن. كابتن شطه اعلنتوا خلاص عن العمل للموسم الجديد، وكابتن شطه برضو حدد ارقام لاولياء الامور اللي عايز يشترك في اكاديميه الاهلي، مظبوط كده؟ عملنا اللائحه واعتمدناها من لجنه التخطيط ومجلس الاداره، واول ما تم اعتمادها رسميا اعلناها وبعتنا اللائحه لكل الافرع اللي موجوده الان، والافرع الجديده اللي هتتفتح ان شاء الله اول ما نستلم العقود هنبعت لهم اللائحه الجديده بتاعتهم، ونبدا ان شاء الله نجهز الافرع الجديده عشان نبدا ان شاء الله على يوم الثلاثاء 3/7 تقريبا في مدينه نصر والشيخ زايد. اكيد اكاديميه الاهلي ان شاء الله هتستفيد من الكابتن خالد جد الله، يعني مدرب كبير واسم كبير وتستفيدوا منه خلال الفتره الجايه يا كابتن شط. احنا يا اسامه لازم تكون عارف، احنا طبعا اولاد النادي الاهلي اختبارات كبيره، اللي اشتغلوا بره واشتغلوا داخل النادي ولعبوا للنادي، ودائما الحقيقه هم وجودهم في الاكاديميه او في قطاع الناشئين بيبقى ليها ثقل كبير جدا، لان الخبرات اللي عندهم يعني قد تكون الافضل نوعا ما، لكن هي طبعا من خلال مؤسسه كبيره زي النادي الاهلي. النادي الاهلي مش بياخد بطولات بس، النادي الاهلي مش بيطلع لاعبين مميزين بس، النادي الاهلي برضه بيخرج اداريين وخرج مدربين وخرج يعني كفاءات على مستوى كل الامور الاداريه والفنيه دي حاجه مهمه جدا لازم الناس تكون عارفاها. واحد زي كابتن خالد جد الله، زي محمود صالح، احمد عبد الباقي، زي كابتن حماده مرزوق، كل اي حد موجود في الاكاديميه ده بيضيف فيها طبعا. طبعا. لان الحقيقه برضه فيها كمان دلوقتي عندنا جمال عندنا امير عبد الحميد موجود برضه معانا بيستفيد من وجوده في الاكاديميه، دي كلها حاجات بتضيف يعني للاكاديميات يعني حاجه مهمه جدا انك انت تستعين بخبرات زي خالد جد الله الان. احنا السنه اللي فاتت يا اسامه لو تفتكر احنا كنا اتفقنا انه يكون في مدير فني موجود مع المدير الاداري، وحصلت طبعا تقريبا مشاكل بسيطه. كنت انا متحمل مسؤوليه كامله فنيا واداريا، تعبت جدا ما قدرتش اطلع كل قطاع كبير جدا يا كابتن شط، قطاع الاكاديميه ما قدرتش اطلع كل المجهود ان انا اخلينا فنيا واداريا. الحقيقه وجود خالد جد الله الان هيكون له ثقل كبير جدا لاولياء الامور عشان يعرفوا ان في واحد هيقيم المدرب ويقيم اللاعب ويشوف اللاعب الكويس اللي يستحق يروح قطاع الناشئين من خلال لجنه فنيه هتتعمل برئاسه كابتن خالد جد الله. كل الحاجات دي افتقدناها الموسم اللي فات، كنا بنستعين بقطاع الناشئين وبعدين مدربين وبعدين فنيين عشان يساعدونا مع مدربين طبعا الاكاديميات المختلفين، فدي كلها حاجات مهمه جدا هتفيدنا السنه دي، اننا السنه دي هنبدا من اول الموسم نصنف اللاعبين المميزين عشان ياخدوا برامج مختلفه. وانا قلت كابتن خالد جد الله يا كابتن خالد عايزين نعمل برامج للعيبه المميزه عشان ترفع من مستوى اللاعب من خلال البرامج ديت، عشان اللاعب اللي هو في الاكاديميه بياخد نفس التدريب اللي بياخده اللاعب الاقل فالاقل فالاقل، او اللاعب المبتدئ او اللاعب اللي لسه عايز مجهود، فدي كلها طبعا هتكون لها دور كبير جدا ان شاء الله من خلال باذن الله. ان شاء الله كابتن شطه، واكيد كابتن خالد اضافه كبيره، وحضرتك كمان الاسماء اللي قلتها اسماء ونجوم كبار في النادي الاهلي. دايما يا كابتن شطه والنادي الاهلي سابق بخطوات عن الانديه الثانيه، واحنا بنشوف دلوقتي النادي الاهلي ما شاء الله يعني بنتكلم في 16 17 فرع للنادي الاهلي في اكاديمياته في جميع المحافظات. الفرع الجديد ان شاء الله هيكون فين يا كابتن شطه؟ ما عندنا فرعين بتفكر فين دلوقتي؟ جدا جدا فرع في سموحه وفرع في سبينا كوم. فرع فين يا كابتن شطه معلش تاني؟ فرع في سموحه. سموحه دي طبعا انت عارف من اوائل الاكاديميات اللي اتعملت، النادي عملها من فتره طويله جدا تمام، لكن ما استمرتش نظرا لظروف خارجه طبعا عن اراده النادي الاهلي، لكن الان الحقيقه استطعنا يعني بعد ما مركز شباب سموحه تم يعني صيانته واصلاحه بقى يعني على اعلى مستوى، استطعنا نتفق مع الحقيقه مع المسؤولين في سموحه، الان هنفتتحها ان شاء الله لاول 7 باذن الله. و في اكاديميه في سبينا كوم دي من زمان بنحاول نروح لها، ما كناش لاقيين مكان لكن وجدنا مكان، هي مميز جدا جدا والحمد لله تم اعتماده رسميا من لجنه التخطيط، والان ان شاء الله الاسبوع القادم انا وكابتن خالد جد الله هنروح نزور هذا المكان، وهيمسكوا كمان مين؟ مدير الفرع كابتن احمد نخله. طبعا كابتن احمد نخله نجم الاهلي الكبير. طبعا طبعا اسم كبير كابتن معايا يا سامو ولا لا لحقته في الاخر يا كابتن شطه.
حيته في الاخر. بس كان عندنا في القناه من شويه قابلته وسلمت عليه وقفت معاه. كابتن احمد نخلة اسم كبير وشخصيه جميله ما شاء الله عليه. بس تعالى هيكون مسؤول عنها ان شاء الله ربنا يوفقك. اسمها ميت خاقان تقريبا. كابتن شطه دايما بسالك سؤال هفضل اكرره على طول. كابتن شطه اسم كبير في افريقيا، امتى ان شاء الله هيكون النادي الاهلي يغزو افريقيا ويكون اكاديميات النادي الاهلي موجوده في افريقيا يا كابتن شطه؟ الله يسلمك. ان شاء الله ان شاء الله قبل شهر 9 و10 هنقدم ملف كامل باذن الله، عشان نعتمد الحقيقه من لجنه التخطيط، لانه الحقيقه دراسه هذه الاكاديميات في منتهى الصعوبه. انت عارف برشلونه وريال مدريد ومانشستر يونايتد كل الاكاديميات الاوروبيه في افريقيا انا كنت متابعها جيدا بحكم عملي كمدير فني للاتحاد الافريقي. هذه الاكاديميات الحقيقه من سلبياتها الكثيره اللي انا شفتها نستطيع ان نتجنب هذه السلبيات والمصاريف الكثيره اللي تصرف في بعض الامور الخاصه بالملاعب والخاصه باداره الاكاديميات. ان شاء الله السنه دي من خلال الدراسه اللي انا عملتها باذن الله هنعمل الاكاديميات دي بحيث انها تكون لها فائده فنيه وفائده كمان ما تبقاش عبء على النادي الاهلي يصرف عليها بدون ان يكون لها عائد مادي وعائد كمان فني من لاعبين كبار نقدر نستعين بهم في النادي الاهلي مستقبلا ان شاء الله. ان شاء الله يعني اول لما اوصل للنتيجه الحقيقه اوعدك ان انا ان شاء الله في برنامج من برامجك باذن الله هنعلن هنا ان شاء الله عن اول اكاديميه للنادي الاهلي في افريقيا تكون هنا ان شاء الله عندنا في الاشغال في قناه الاهلي. يا اسامه النادي الاهلي في افريقيا اسم كبير طبعا. الناس كلها انا لما عرضت العمليه دي على الاتحادات الافريقيه كله طلب يعمل الاكاديميه كله طلب. جنوب افريقيا، السودان، تنزانيا، غانا. فحقيقه يعني انا ان شاء الله هقدم ملف للجنه التخطيط واول ما توافق عليه ان شاء الله تكون يعني انت ان شاء الله. طب شطه بمناسبه افريقيا واحنا بنتكلم عن افريقيا اخيرا حضرتك شايف ازاي مباراه الاهلي والترجي القادمه ان شاء الله يوم السبت القادم؟ النادي الاهلي نادي بطولات، يعني احنا بنلعب عشان نكسب بطوله، مش هتفرق معانا اي حاجه ثانيه. شماريخ، غزو جماهير الملاعب، كل الحاجات دي. النادي الاهلي ليه فيها صعبه جدا لو تفتكر 82 كانت خالد جد الله فاكرها. طبعا لما لعبنا هناك. ايوه طبعا كانت هناك معركه حصلت في الملعب. اول بطوله خدناها سنه 81 كده. حقيقة 82 يتذكر طبعا. 82 المباريات هناك كنا بنلعب في جو ارهابي فظيع جدا رهيب. طبعا الاهلي اول بطوله خدها كانت اصعب بطوله بالظبط. والله هذه البطوله برضه من خلال الاداء اللاعبين في تونس انا متاكد تماما انه الحقيقه النادي الاهلي قادر على ان يحقق يعني ان شاء الله نتيجه مرضيه. وانا بقول المباراه اللي هناك دي يجب ان ننساها تماما. ما نعتمدش علينا ان كسبنا واحد يا كابتن اسامه. ايوه طبعا قادرين على أن نعلم تماما ان المباراه دي تكون اصعب من اللي هناك. لانه اي هدف هيجي فيك هيكون فيه يعني توتر شديد جدا وصعوبه شديده جدا في انك تلم نفسك ثاني وقلق وممكن يكون في نوع من التوتر كده. لكن انا بقول ان المباراه هتكون مباراه منفصله تماما. مش عايز انا ارجع للنتيجه اللي هناك واقول والله انا هلعب اتعادل، لا لازم العب عشان اكسب هذه المباراه ان شاء الله. وده قدر دايما النجم العاشر البطل قدر البطل اللي دايما بيلعب في اي ظروف ونتمنى لهم ان شاء الله التوفيق يوم السبت القادم. بشكرك كابتن شطه شكرا جزيلا.